Chat reaction. السلام عليكم. Another one with chat. وكان لنا ماذا أردنا. وينزا يكمل البيف. Respect خويا وينزا. أنا كان كراشي واحد يلوح تراك ويسمع الجواب من بعد يرجع اللور وديك العيبة. دخلتي قد بدك الشي اللي دخلتي به. Respect خويا وينزا. مش قلناش أن التراك زوين خايم كي بقى ما شفناش. ولكن رمتي الواحد كي أسومي. كتأسومي داك الشي اللي درتي. خرجتي عينيك درتي تراك وهذا. مني جاوك الأجوبة ترجع تخبى. لا نريد هذا ولا نحبد هذا. ما عليناش. ساتوشي كيمايا. ساتوشي كيمايا. والبارح رابيدمون قريت واحد الكومنتير ماشي البارح قبيله قريت واحد الكومنتير رابيدمون ديال واحد السطر غتلقاو فارع الدنيا. تحيه ليك خليتي ما خليتيش نمشي نقلب لا حتى حاجه على هاد ساتوشي كاميا. كاتب كومنتير ومعاودو في كاع البلايص فين داوين على هاد التراك هذا. الوغ ساتوشي كاميا هو الصاط اللي معروف كيصايب هاد لي اوريغامي الناس اللي متبعين لي انيم غادي يكونوا عارفين. اون باسون الناس اللي متبع الانيم راه كاين واحد دوزيام شان ديال الشات قناه الثاني ديال الشات كنديروا فيها الانيم رياكشن على الانيم الشات انيم فاميلي راه غتلقاو ليا لتحت دخلوا كبروا لا فامي تما حيت كنديروا كلشي وان بيس ديمون سلاير اي لعيبه جوجوتسو كلشي كاين تما. ما عليناش نرجعوا لوينزا. وينزا مشى جبد السميه ديال الصاط اللي كيصايب هاد لي اوريغامي اللي هو السميه ديال التراك اللي كتبها الديف تراك ديالو اوريغامي بارت 1 وبارت 2. يعني هو مشى لي زعما انت درتي هذا انا مشيت لك المول هذا الشيء هو انا واش كيشبه راسو بهاد اللعيبه واش غاطي هذا الشيء اللي غادي نعرفوا في التراك ماذا يكون هداك. مرحبا بالجميع يلا ندخلوا نتمسكوا نشوفوا التراك. جيسبر يكون احسن من التراك الاول. التراك الاول كانوا فيه شي لعيبات اللي كانوا شويه ناقصين ما بيش ما كانش داك التراك اللي كيبرد الغداد 100% ابار لو فات اللي كان فيه تخسر الهضره والقذف ديال الناس ولا المحصنات وداك الشيء شوز اللي ما عندناش معاه رانا اخويا دابو باقي ممركتي يوم جا الوقت فيها كيفاش اللعيبه اللي ضربتي وهذه زعما شنو زعما التراك كان ديجا مكتوب ولا شتي وانت تورق شي سمعتي اللي كتبتي عليه شتي بالزربه تحمستي كتاب وهيبان كتاب وباقي ممركتي يوم جا الوقت فين غنتحاسبوا لا كل مره حسقتي تراك كلاش بهذا بانتك بكلاك لذاك الراس بحال الناس واخا نسالي وتولي جيزي غنبقى في دماغ كلاس خلص سماحه من الوليده رايحين تولي كلاس لما بحالكم ربهم القحاب وصل وسط الدار شفا بالحبس نرغي وقفو بوليسي غيبقى كيكي وكاي الحاس مرين بيان سور دابا دابا وينزا غيكون عنده البلاصه فين غي كونتر اتاكي سي نورمال باسكو كاينين تراكات كاينه لا ماتيير باش تخرج الكونتر اتاك. ملي كتكون انت الاولي حاط تراك ما عندكش فاش كونتر اتاكي ابار لي زيفينمون اللي كانوا طراو حيت التراك لو ديال وينزا مبني على شي لعيبه طراو قدامين دابا اليوم غادي يتبنى على داكشي اللي تقال في التراك باش يكونتر اتاكي وهكا كيفاش كيمشي البيف. اي بيان سور دو البارتي ديال الحبس وهادي كلشي كي اي حاجه كطرى لك كيقول لك شويه كيقول لك كلشي والله في بلاد الناس حيت بحالكم اللي خداو البلاد الور كلو خرب طاع الحبس بغيتي تبان فينا شفتي سلفادور دالي بان ليا رسم عليك في العام فاش طاحوا بلاتي الكوما سيوبات باش كيعجبك وين زاد هو فهمتي غادي كيمشي كيهجم ليه على ديك اللعيبه حيت القوة ديال الديب الكتابة في العمق في داكشي اللي كتب شي لعيبات ما غابرينش بالستيل ديال البوز ولا بالستيل ديال المورفين كل هادو الستيل ديالو فات مي معروفين هادو العميقين ديالنا في الراب ودابا هو مشى دق علينا هاد البارتي ديال سلفادور دالي بغيتي تبان فنان شفتي سلفادور دالي بان ليا رسم عليك في العام فاش طاحوا لي طاريف بلاتي عاود اش قلتي فين داروا لك طارح شكرا دابا عرفت بلي دفلوك في الطواليت ديال داري هانطوري في الاخر عطيتي سيف القحبة في كيل بيل لا دخلتي لدير بيتي الله الكشبة ديال وينزا وغادا بلي ريفيرونس وهاد اللعيبة ديال لي ريفيرونس هي اللي كيكتبوا بها هاد السطر العميقين. ملي كنقول السطر العميقين راكم عارفين كندوي على المورفين كندوي على على بوز كندوي على الكاترويت كنهضرو واخا كل هادو السيل ديالو كل هادو النيفو ديالو مي كندوي على السيل اون جينيرال السيل اللي كتبي وينزا دابا هي بلي ريفيرونس هو تقريبا بحال هاد الهيت هذا طالب ديال داري هانطوري هانزو في الاخر عطيتي سيف القحبة في كيل بيل لا دخلتي لدير بيتي قبيها بالزربة غير فليوك الشام فيها ريحة البول كاملة بوبليك بيبي كيكونو خراك وكيغوتو الى هنا الديل هادي تيرا في البيبليك ديال 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 الديب بيان سور. هادي شي بالنسبه لي خطوه غلطه انا بالنسبه لي الرابر اكبر غلطه انه يتيري في البيبليك باسكو البيف احسن مناسبه باش تقد تجمع بيبليك اخر
راه كاين شحال من واحد كيكون فان ديال شي واحد كيسمع شي بيف كيولي كيولي فان ديال هذاك اللي تبيفه معاه. صعيب صعيب باسكو الموسيقى بحال هكا ادوار ولا حسب السون حسب الهيد. الوغ انت ملي غادي تيري في لي فان ديال شي واحد كتحيد واحد الفئه اللي غيقدو يبداو يكرهوك كثر على انهم يوليو يتزادوا عندك. سهلتي لاطاش للناسي حد الشال غيبقى بعبادة ديالك حيت عندكم كتير رجال. راه يلا بلاد الحرب عارف راسي غادي نجهد باقا سنين باش تفهموا هاد الكلام اللي بالك سهل. ساتوشي كاميرا راكم في الاوريغامي ماشي بحالكم كماش بحال وصيبي في جوان كلشي كاميك كلشي كيغوت وانا زعما لهم ديكالي هاكو البوم باب باش تفهموا تفوتوا لي كري يلا شوف. جاوب البيبليك القضيه ديال التراك الاول انا كنت دويت على لا برود داك الشيء وكنت كتحس بداك الشيء شي حاجه ماشي كلين واخا هكا. الا جينا ندوي على الديكالاج اخويا وينزا الا جينا نحكروا على الديكالاج فهمتي الام سي راه خاص ما تشمش والو هذا اخاوي هاد العبر ماشي ضد وينزا ولا شي لعيبات حتى هنا كنحس بشويه ديال ماشي شي ديكالاج خايب ولكن كتحس بواحد واحد المفاوته شويه من حد الساعه اكشوالمون الهيت ديال التراك هذا والفايب ديالو كلشي بزاف حسن من التراك الاول. نكالي الهضرة اللي غنقول دابا باش دير بحالي صاحبي خاص تكون كابا ما تكونش كابا كون بطال ما تكونش كونار كون كاتانا باش ما تكونش مقطع كدوي على الريم وملاقي ترينيتي ما ترينيتي والله تا ضعيف فاش كنسمعك ضحكة فرينيتي وخا تبقى تهضر وتكلاشي غتبان بيريتيف كدوي على واش لعبة كتقول ماما كريلينتي. يس يس لا تراك لي بوكو ميو هذا احسن بزاف من تراك الاول. عندك الحق يا ربي عمر نتلاقى غندير لك احسن خدعه وغادي نرجع للبلاكار الخدعه شي شو هاد كتخرج الدري صغير كدير لي شي لعيبه وكذا بلاكار بلاكار اللي كيخرج من جميع العجائب ديال الحياه كتنهز وكتبقى تشوف ديك البلاكار يا ربي ما يتحل ما يخرج والو. مره غيكون موج بلاك اوت غتفوت بالخلعه وغادي يقولوا بوت خداكاو ميكروب زادي تشي في الكوفيد سكوت غرش كوفي غندفنك في قبر كامبور بالخط الكوفي فكرتيني في جيباك فاش خط الكوفي فكرني هاد الخط الكوفي ديال ديزيدروس كان قالها في المتنبي خد بوكوست سكوفي اميكسي ليك ماتك بيت وحده بلاك كوفي بلاك كوفي كنتمسكو اجمل حاجه هو نحن كنتمسكو احسن حاجه الموسيقى كاينه وهذه وميضه رواج روجوا لنا الدعوه اخويا تحيه للوانزه وتحيه للديد بجوج مسكونا اخويا وما كانش راسي حتى هو يخرج شي تراك يكون مسموم داو باش تروج الدعوه هذا هو الراب جيم سي داخل بركة كالي مرجارو مش مقال حساك علي غلطو غاد الجو زارو بصدفو الحمير عيطا حرواح مغادي بدل بارو تكون قديام وفاد الراب كرة غادي بانجارو مش مو يقولكم نريد تستمتو شحال نتوما انت درتو اللحية ولا في بلادي الخاص نتوما ما تكون شوبين وقا كتعودو اللطرة بحال شي بولار كاكي صحاب لقلال فوك رطلعتو دولة ولكن ماشي مشكل بحالي بحال غصة وخاد جبوت هرسوني صومي غادي بقى مقصر بغاو يحفروا لي قبري الساعة عزرائيل كان قصر وخلى عندي سلاح وغمت فيهم كان قصر بوتكي سيدنا يوسف في هاد الجيم واخا يدوروني خوتي غادي نبقى انا اللي كاين المشكل اكبر من هادشي اللي قدامي باين جيني راسو كيهم الكلاش تما الباك هاني بقى 90 زراتو كلاخ في لي ريزو بات نتيجة التعليم ديال اخر الزمان كوباس كمان جو دربو كا كان فيلي لو كمان واش كنا غنقدرو في بلادنا الراب ونسميوهم ولا فنان فوق الخنونة كاع ولا عندهم السواق كلشي ولا كيتم في الراب تما دير السواق ماشي مشكل غادي نطلعو الكراس بحال السواق عقلية ديال الحراقة غادي نقصو كاع السوار قولنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحبة من أحبة وكريهة من كريهة رغم انزعاج الأداء وحس الحاقدين تطور ملحوظ التراك مزكني اكثر من التراك الاول لا برود خارجه نقيه داكشي خارج ناضيل كتبه نقيه ديفيرون فهمتي كلاش يحترم اكثر من الكلاش الاول بالنسبه لويندا هذا سي سور ابري سا كاينين دي بيتي ديتاي موان فهمتي داكشي قاد في المحصنات ولا العائله وداكشي ما كانش بزاف هادشي كانت شي لعيبه في البدايه واقيلا ما عقلتش مي ما كانش داكشي نقطه ايجابيه عاوتاني البيف ماشي بدا واخا تكون فيه تقصير هضره ولكن قصد الشخص وقصد الرابر احسن برافو
بصراحه التراك عجبني اكثر من التراك الاول بزاف. إيه هاد اللعيبه اللي كانت كتعجبني انا في البيف ان تكون ليفولوسيون التراك الثاني يكون احسن من التراك الاول، على الاقل الا كان التراك دي فوا كيكون التراك الاول ما قاود صعيب دير شي حاجه احسن منه، مي او موان الثاني يكون في نفس النيفو ديالو. دابا التراك الاول مي دابا الثاني بيان، الثاني فريمون نيفو زوين. احتراما حنا كنحترموا الموسيقى، انا عزيز عليه الموسيقى ديال الديب، ولكن ماشي حيت مكلاشي مع وينزا غادي نهبطوا وينزا ولا شي حاجه، ولا حيت وينزا بشحال ما دارش حاجه اغريسيف بحال هكايا نقولوا ليه لا ما عندكش، ولا حيت الديب كيدير ديما الكلاس صافي هو احسن واحد. نو هو وينزا الى بروفو. انا ديجا كنت سمعت واحد الكلاش قديم ديال وينزا، والله ما عرفتش واش باقي فلاشين ديالو قديم، وكان فريمون مسموم، وكنت كنقول واو وينزا من الناس اللي غيكون هذا. ما هو اوج ما بقاش فريمون في الكلاش، مي لا كيعاود يبروف ليا بانه راه عنده المستوى ديال الكلاش، كتبه زوينه كونتر اتاك مزيانين، الريما التكنيك سي تي بون، برافو وينزا على التراك هذا في انتظار لا ريبونس ديال الديب. نشوفوا الا جيسبر الديب يجاوب دابا، ما حدي انا باقي كنصور دابا وتوشيت نتصاطح معها ما حدي واش سينو تدخل جاوب بالليل تغدا نديروا الفيديو. هذا ما كان اخوان، خلينا الراي ديالكم. مقارنه ما بين، بغيت سؤال واحد، مقارنه ما بين التراك الاول والثاني ديال وينزا، واش لاحظتوا هاد ليفولوسيون وهاد الفرق ما بين الاول والثاني؟ بالعاطفه وبالعقل تنورنا في راسكم، تلاقاو في فيديو اخر.